لما تيجي تتكلم عن احد الاساطير اللي موجوده في القاره الافريقيه بتعمل ايه؟ لما اول بلاش واحد مصري، حد افريقي يقول لك ايه؟ محمود الخطيب، فلان، علان، ترتان، لكن بيبدا دائما بمحمود الخطيب. محمود الخطيب بالنسبه لنا وبالنسبه كل المصريين، مش جمهور النادي الاهلي فقط، ولكن كل المصريين او معظم المصريين باستثناء بعض يعني. فدايما لما تيجي تتكلم عن القاره الافريقيه او اي حد في القاره الافريقيه، سافرت جنوب افريقيا اسالهم كده، اقول لهم تعرفوا مين في اسطوره من اساطير القاره الافريقيه؟ هقول لك كانوا وسامويل ايتو وكذا وكذا، وقبل ما يتكلم عن دول هيتكلم عن محمود الخطيب. فطبيعي جدا ان لما تيجي تختار لما تيجي تختار، انت كاتحاد افريقيا هتختار مين؟ لازم تختار حد محترم، له سمعة طيبة، له كل الناس بتحبه، له تاريخ كروي كنجم، وله تاريخ في الإدارة كبير. وقبل كل ده بقى انت بتختار اسم النادي الأول، اللي هو تخيل بقى لما المواصفات دي كلها اللي انا قلتها تبقى موجودة مع اكبر اسم في افريقيا، اكبر اسم نادي في افريقيا اللي هو نادي الأهلي. فالنادي الاهلي مع محمود الخطيب، ومحمود الخطيب مع النادي الاهلي. فاي حد في افريقيا لما تيجي تساله كده تقول له مين يا فلان، هما بيتكلموا، انتوا عارفين حضراتكم الافارقه لما بيجي يتكلموا بيتكلموا ايه؟ سواحيلي، او معظمهم، فيهم جزء كبير بيتكلم سواحيلي، احنا ما بنعرفش نتكلم طبعا سواحيلي. فالسواحيلي ده محمود الخطيب، هما كده الناس تقول لك الخطيب بيبو. فانت يعني الناس اللي والله دايما انا لما بحب اجي اتكلم ما بحبش اتكلم على اي حد تاني، ولكن للاسف الشديد. طيب خلينا نتكلم في موضوعنا، او في الموضوع اللي احنا عايز اتكلم مع حضراتكم فيه. دايما لما زي ما قلت لكم الاتحاد الافريقي لما بيختار كده الاساطير، الاسم الكبير في افريقيا نادي الاهلي، الاساطير اللي موجوده في النادي الاهلي، وبعد كده بيدور على الانديه الثانيه في افريقيا كلها. فطبيعي جدا ان يكون رئيس النادي الاهلي عضو في لجنه المسابقات، طبيعي جدا. اعتذر بقى، ما الكلام ده كله، هو الراجل الله يكون في عونه تعبان جدا، ان شاء الله يقوم بالسلامه ويبقى افضل من الاول. لا تعبان يعني، مش تعبان جدا ولا حاجه، هو تعبان يعني، عنده كابتن محمود عنده حاجه في ظهره، ولكن ان شاء الله في خلال يومين ثلاثه ينزل ويزاول نشاطه مره اخرى زي الفتره اللي فاتت، وافضل كمان من الفتره اللي فاتت. فدايما لما بتيجي تختار زي ما قلت لحضراتكم كده بتختار محمود الخطيب، اسم النادي الاهلي ومحمود الخطيب. تخيل لما الاثنين يبقوا مقترنين ببعض، الاهلي والخطيب، تبقى انت قد ايه الفرحه. لو في حد تاني قريب من الاهلي اللي هو السراب، فاكرين السراب اللي انا كنت بحكي فيه من شويه؟ سراب تيجي تطلع تمسك فيعني الناس متضايقه قوي، او بقى لا مش الناس، معظم الناس مبسوطه من وجود الكابتن خطيب، ولكن القله هي اللي متضايقه. فاللي متضايق يروح اسكندريه، اللي متضايق يروح اسكندريه يتمشى هناك على الكورنيش ويشوف. ف يا جماعه من فضل حضراتكم القيم الكبيره اللي عندنا هتفضل بالنسبه لنا قيم ثابته، والخطيب والنادي الاهلي بيمثلوا مصر في هذه اللجنه، مش بيمثلوا بلد اخر. فللاسف الشديد انا ما كنتش حابب اتكلم في المواضيع دي، لكن انا دايما لما باجي اتكلم بحب اتكلم بشكل عام، انا لا اوجه كلامي لاحد، ولكن انا دايما بتكلم جمهور النادي الاهلي، مش دعوه بحد تاني، دايما بكلم جمهور النادي الاهلي، ودايما بحاول اوصل وجهه نظري لجمهور النادي الاهلي، عشان دايما انا لما بستشف حاجه بستشفها منهم. لما باجي اتكلم قبل ما اطلع الحلقه بقى لي يومين ثلاثه ما طلعتش، فبقعد اتكلم مع الناس، ايه الاخبار، حاسين بايه، بتقولوا ايه؟ لا خلي اللي يقول يقول يا عم، اللي يقول يقول، ده عندنا ده قيمه وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. فده بس شرح بسيط لموضوع وجود الكابتن خطيب. وبالمناسبة ان شاء الله ربنا يقومه بالسلامة، والف سلامة لكابتن محمود الخطيب.